السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة براقي، إذا نتابع الأشغال تاع التهيئة تاع واد الحراش على مستوى منطقة براقي، وهذه لأول مرة نصور هذه المنطقة ونشوف بأن الضفاف نتاع الواد قد تم تهيئتها بالكامل. نزيد نافونسي شوية ونهبط لتحت ونشوف. إذا هذا هو الجزء اللي يقع في بلدية براقي واللي خص التهيئة نتاع واد الحراش، واللي العلم انه التهيئة هذه فيها 18 كيلومتر ابتداء من بلدية حمام الوان إلى مصب الواد نتاع الحراش على مستوى صابلات. إذن على امتداد 18 كيلومتر، وفيه أجزاء كثيرة قد تمت الأشغال بها والتهيئة نتاعها، لكن لم تسلم، ما زال لم تسلم، وفيه يعني غزو النباتات والأعشاب يعني بسبب لانعدام الصيانة، صيانة هذه التهيئات وقص العشب. إذن هذا هو المشروع اللي يعني تقريبا كل المقاطع نتاعو تمت الأشغال بها، ما بقات إلا المقطع الموجود في إذن الحراش، يعني بسبب الكثافة السكانية وكثرة الخطوط والأنابيب اللي تمر في المنطقة هذيك. إذن الأشغال ما زالت مركزة على بلدية الحراش. وأترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو.